أنا خلاص بنام وأنا قاعد، بس ده لسه في جواب ما رديتش عليه. مش لازم بقى، يعني هيكون في إيه يعني؟ ما يمكن في مشكلة أكبر من بتاعة منى. أمري لله، أرد عليه. ربنا ينتقم منك يا حسين، شكلي كده هلجأ للقهوة. ماخد الجواب أقراه وأنا بعمل القهوة. رهسين، تعالى يا عم رهسين ونشوف حكايتك إيه. إلى الأستاذ حسين أبو المجد، تحية طيبة وبعد. أحب أعرفك بنفسي، رهسين، واسمي مش مهم خالص مقارنة بحكايتي. حاجة؟ أنا آسف يا بنت. أصلا أنا غريب ومش من البلد، وكنت عايز أسأل. يا نهار أبيض، ده أنت شكلك تعبان قوي. والله يا حاجة أنا أسفة، كان نفسي أقول لك اتفضل ارتاح، بس أنا جوزي مش هنا وأنا لوحدي. أنت متجوزة يا بنتي؟ أيوة يا حاج متجوزة، ويا ريت تقولي أقدر أساعدك إزاي. الصراحة الناس قالت لي إن البيت ده بيت كرم وأهله أهل خير، وأنا خلاص يا حاج، خلاص أنا فهمت وحاجتك مقضية إن شاء الله. ما تتعبش نفسك وتتكلم بس أكتر من كده، استناني هنا ثواني لحد ما أرجع. ربنا يكرمك يا بنتي. ألو، إزيك يا أحمد؟ عامل إيه يا حبيبي؟ لا مفيش، بقولك إيه، حصلت حاجة كده وكنت عايز أحكي لك عليها. راجل عجوز خبط عليا وشكله تعبان قوي، عمال يكح ومش قادر يصلب طوله، شكله غلبان خالص يا أحمد. والناس هنا دلوه على بيتنا وقالوا له إننا بنعمل خير وكده، وأنا كنت هديله قرشين بس قلت أسألك قبل ما أعمل أي حاجة. هو واقف على الباب دلوقتي. ربنا يجازيك خير يا حبيبي، كنت عارفة إن عمرك ما هتمانع. ماشي، يلا مع ألف سلامة. الحق يا ماما، الراجل اللي واقف بره وقع. يا نهار أبيض، أنت بتقول إيه؟ هو وقع لوحده يا ماما والله. يا حاج، يا أستاذ، ده ندهلي وقال لي اسمك ايه وفي سنه كام وقعد يبوسني. طب اسنده معايا ندخله جوه يا محمد، يلا شيل. حاضر يا ماما. انا فين؟ اطمن، انت في بيتنا. انا اسف يا بنتي، انا اكيد عملتلك مشاكل، انا هقوم امشي حالا. طب خد اشرب كوبايه الجنزبيل دي عشان الكحه تهدى شويه، وبعدين اعمل اللي انت عايزه. ربنا يخليك يا بنتي. هو انت مالكش اهل؟ يعني ما عندكش ولاد؟ عندي بنت. وازاي سايباك كده؟ مش هي اللي سايباني، انا اللي سبتها. نعم؟ ايوه، سبتها بعد ام امها ماتت وهي بتولدها. كنت اناني ومش شايف غير نفسي، رحت اتجوزت بعد امها واشتغلت وعملت فلوس وكبرت وبعدت عنها اكتر من 30 سنة. ما فكرتش أسأل عنها مرة واحدة، كل همي كان مراتي وشغلي، وفجأة كل ده راح. الفلوس راحت، والست اللي اتجوزتها ما استحملتش العيشة معايا لما افتقرت وخلتنا طلقها، وما بقتش حتى لاقي تمن العلاج، وما بقتش عارف أعمل إيه. لقيت رجلي شايلاني وجايباني على بيت، على بيت بنتي، بنت اللي شفت فيها حنية وطيبة وأصل أمها الله يرحمها. يعني إيه؟ أبوكي، أبوكي يا رباب. إيه؟ أنا ما كنتش هقولك، أنا كنت عايز أشوفك وأطمن عليك بس، لكن لما شفت معاملتك الطيبة ليا وأنا غريب قلت أكيد هتسامحيني على اللي عملته فيك. امشي اطلع برا. إيه؟ بقولك امشي اطلع برا، مش عايز أشوفك قدامي. حاضر حاضر، أنت عندك حق في كل حاجة قلتيها أو هتعمليها، أنا غلطان إني قلت لك. على العموم يا بنتي، أنا هروح البيت القديم اللي كنت عايش فيه مع المرحوم أمك، ولو فكرت تغير رأيك أنا هناك. ولا هغير رأيي ولا عايز أشوفك، وما تجيش هنا تاني، اتفضل برا. ماشي ماشي يا بنتي، مع السلامة. مش عارفة هل اللي عملته ده صح ولا غلط، جحود وقسوة ولا رد فعل طبيعي للي عمله فيا. أي حد هسأله هيقول لي ما يصحش،
بس اللي ما يصحش برضو إن أول مرة لساني ينطق فيها بكلمة بابا تبقى وأنا عندي 38 سنة. مش مكسوفة من اللي عملته، وفي نفس الوقت مش قادرة أصرح بيه لحد، حتى جوزي. أرجو منك الرد. يا نهار أزرق يا حسين، بقى دي مشاكل تافهة دي. ده كان بيرد يقول إيه على المشاكل اللي زي دي؟ يخرب بيت سيرتك يا حسين، القهوة فارت. يعني يوم ما بقى ناوي أجرب القهوة تفور؟ طب والله ما أنا شربها. بريد جمعة، بريد جمعة. عزيزتي رهسين، رأي جدتك في الموقف ده تبي نجحتي في استنتاج الرأي الصحيح. ومن وجهة نظري ست بالطيبة دي زي جدتك، لما تدي ما بتفكرش في المقابل، وما ظنش ان التربية الصالحة اللي ربتها لك هتخليك تختاري غلط. واتمنى لك التوفيق. الساعة بقت 6:30 الصبح ولازم اروح الجورنال لسارة الساعة 8. انا اقوم اخد دش والبس واوديلها الردود، علشان لو رحت في النوم دلوقتي مش هصحى لو ايه حصل. معقول جاي من السفر على هنا على طول؟ اعمل ايه بقى؟ حسين قال لي ان الحاجة لازم تكون عندك النهاردة، ده غير انك كنت مستعجلة قوي علشان تلحقي تبعتيها على المطبعة. متشكرة جدا ليك يا استاذ جمعة، واضح انك مرهق جدا وما نمتش. ما انا هروح من هنا على البيت وانام بقى. مش قبل ما تشرب قهوتك. ميرفت ابعتي لي حد ياخد ردود الجوابات. قهوتك ايه يا استاذ جمعة؟ كويسة مظبوطة يعني؟ اه. ولو سمحتي ابعتي لي قهوة مظبوط واليانسون بتاعي. يانسون؟ ما تستغربش، انا ماليش في الشاي والقهوة والنسكافيه والحاجات دي، انا بحب المشروبات الصحية او المشروبات الصفرة، يعني زي اليانسون والجنزبيل والنعناع. برداقوش، كاموميل. ده انا قلب الدنيا على كاموميل مش لاقياه. لا موجود، موجود في واحد في الازهر عنده كل حاجة، دايما بروح اشتري منه. اصل نسيت اقولك ان انا كمان ماليش في الشاي والقهوة وعمري ما دقتهم، بس حسيت ان ما ينفعش اقولك الا لما سألتيني قهوتك ايه. فعلا؟ كنت هتشربها وانت مضطر ولا ايه؟ يعني كانت هتبقى يعني تجربة لذيذة. اصل حاولت امبارح اعمل لنفسي قهوة بس المحاولة انتهت بالفشل. طب اتفضل يا سيدي، ميرفت جايبة القهوة بنفسها. اتفضل القهوة يا أستاذ جمعة. وادي تاني محاولة فشلت كمان. بعد إذنكم. اتفضل. هتجوز؟ مش هتجوز. هتجوز؟ مش هتجوز. هتجوز؟ مش هتجوز. ميرفت، ميرفت. أستاذة سارة، أنا أسفة، معلش سرحت مع نفسي نصاية كده. هو حضرتك هنا من إمتى؟ من قبل ما تبهدلي الأرض بالوردة دي. أصلي يعني أصلي يا ميرفت، إحنا مش اتفقنا إن الحاجات دي اسمه ونصيب يا بنتي؟ أيوة يا أستاذة. واتفقنا كمان إن حاجة زي دي ما ينفعش تدوري عليها، هي اللي بتيجي لوحدها. لوحدها؟ أيوة أيوة يا أستاذة. طب لازمته إيه بقى الورد اللي مالي الأرض ده؟ عندك حق يا أستاذة، بس واضح كده ان في حاجة شغلة تفكيرك، صح؟ وعرفتي منين؟ ما هو انتي ما بتسيبيش مكتبك وتتمشي في الجريدة غير لما بيكون في حاجة شغلة تفكيرك. ايه خير؟ ميرفت انتي قريتي ردود الجوابات اللي حسين بعتها مع صاحبه اللي اسمه استاذ جمعة ده؟ الصراحة لا، بس قابلت جمعة. ما انا عارفة انك قابلتيه يا ميرفت. المهم قريتي ردود الجوابات؟ لا ما قريتهاش. في حاجة ولا ايه؟ مش عارفة، اسلوب حسين كده متغير جدا. للاحسن ولا للأسوأ؟ للاحسن، حاسه انه بقى مثقف فجاه، ده غير احساسه بالمشكله اتطور جدا، حتى اختياره للكلام بقى احسن. انا مش عارفه اقولك ايه يا استاذه، مش يمكن يعني سمع كلامك وبقى يركز في الشغل؟ مش عارفه يا ميرفت، على العموم انا هكلمه واساله بنفسي وهو بالمره اطمن عليه. انا حاسس اني نمت كتير قوي. يا الساعة بقت كام؟ ايه ده؟ معقول؟ نمت ساعتين بس؟ هو الموبايل فين؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ حسين اتصل بيا 70 مرة وانا ما سمعتش. ازاي؟ ما اشوفه عايز ايه؟ ايه يا جمعة انت فين يا ابني؟ في البيت، رحت وديت الجوابات الجورنال ورجعت نمت ساعتين ولسه صاحي. ساعتين ايه؟ سيادتك نايم اكتر من 24 ساعة. يا نهار ابيض، انت بتتكلم بجد؟ يا ابني انا بكلمك امبارح طول اليوم. معلش اصلي طبقت علشان اعرف ارد على الجوابات. وبعدين ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ ساره لسه قافله معايا. ايه اللي حصل يا حسين؟ اتكشفنا ولا ايه؟